السلام عليكم ومرحبا بكم فيديو جديد. الفيديو ديال اليوم غنهضروا على واحد الموضوع اللي كلكم عارفينه واللي هو الشوماج في اوروبا وبالضبط في المانيا. بزاف ديال الناس منكم واخا ما عندهم حتى علاقه بالمانيا ولا باوروبا عامه عارفين القضيه ديال انه اوروبا كيعطيو فيها الشوماج كيخلصوا الشوماج للناس اللي ما خدامينش. داكشي اللي اختارنا اننا نهضروا في هذا النهار هذا نهضروا على هذا الموضوع هذا ونجبدوه من الجذور ديالو ونعرفوا شنو هما الناس كنا هما اول حاجه الناس اللي يقدروا انهم ياخذوا الشوماج في المانيا. ثاني حاجه شنو هما الانواع ديال الشوماج في المانيا انه فيه الانواع. ثالث حاجه وهو شنو هما الشروط ديالو باش انك تاخذ تقدر انك تاخذ شوماج شهريا. ورابع حاجه نعرفوا شنو هما الفلوس وشحال ديال الفلوس اللي كتخلصوا هاد الناس هادو اللي ما خدامين ما والو وكيشدوا الفلوس كل شهر. غنعرفوا هادشي كامل في هذا الفيديو. اذا اول حاجه هي بالنسبه ل شكون هما الناس اللي يقدروا انهم ياخذوا اسيدي الشوماج كل شهر. شكون هما الناس اللي عندهم الحق انهم ياخذوا الشوماج كل شهر؟ الناس اللي عندهم الحق هما الناس اللي عايشين في المانيا وعندهم الاقامه في المانيا. ماشي ضروري انها تكون اقامه دائمه، ماشي ضروري انها تكون جنسيه، تكون عندك غير اقامه في المانيا. وثاني حاجه هو يكون عندك الحق في العمل. يعني الناس اللي غايجيو كطلبه ولا الناس اللي غايجيو اوبر ولا الناس اللي غايجيو تكون مهني ولا الناس اللي غايجيو يجيو القرايه ديال اللغه اللي شي واحد قال لك اسيدي هاد الفيزا راه ما كايناش. الناس اللي غايجيو ديال الدويتش كورس، الناس اللي كيجيو يديروا الدويتش كورس كيجيو لالمانيا باش انهم يقراو اللغه الالمانيه، حتى هاد الناس ما عندهمش الحق انهم يشدوا الشوماج. اللي عنده حق انه يشد الشوماج عندك الاقامه في المانيا وعندك الحق ديال العمل في المانيا. ثاني حاجه كنشوفوا الانواع ديال هاد الشوماج في المانيا، لانه كاين فيه جوج الانواع، كاين الشوماج رقم واحد وكاين الشوماج رقم جوج اللي تحت منه. يعني الشوماج رقم واحد كيكون شويه مزيان طالع فلوس فيه طالعين، وكاين الشوماج رقم جوج اللي هو كيقولوا لي حتى الهاتس فيها كتسمى بالهاتس فيها يعني هاتس اربعه. بالنسبه للانواع كما قلت لكم كاين هذا النوع الاول وكاين النوع الثاني. ودابا غنشوفوا الشروط ديال الشوماج ديال النوع الاول، لانه كما قلنا كاين النوع الاول والنوع الثاني. غنشوفوا ابايت لوزنجلد اللي كتسمى ابايت لوزنجلد اينز. بالنسبه للشروط ديالها هو انه تكون خدمتي 12 شهر في عام اللي داز. عام اللي داز يعني 24 شهر اللي داز انك تكون خدمتي فيها 12 شهر وتكون خدمتي وخلصتي الضريبه. لانه الى عقلتو كنا هضرنا في واحد الفيديو سابق كنا هضرنا على انواع العمل في المانيا، كنت جبت لكم واحد الخدمه اللي سميتها ميني جوب اللي كيكون ما كيكونش فيها الصالير بزاف وتقدر تخدمها حتى هي كعمل ثاني اللي كيكون كيتسمى نيفن جوب، يعني عمل ثاني ولا كيتسمى ميني جوب لانه خدمه صغيره. هاد النوع ديال العمل هذا ما كتكونش كتخلص فيه الضريبه، يعني ما يكونش بحال هكا شي حاجه اللي ما كتخلص فيها الضريبه، خصك تكون خدام وكتخلص الضريبه ديالك. هذا من ضمن الشروط الثانيه، يعني تكون خدمتي 12 شهر والشرط الثاني هو انك تكون خلصتي الضريبه ديالك. الحاجه الثالثه الضريبه، زعما الضريبه وهذه لانه كتكون خلصتي هو واحد لاسيونس، لان هاد الشوماج هذا كاين عنده لاسيونس ديالو بحال الشكل ديال الروتريت كتكون ديال التقاعد، كتكون كتخلص ديك المده كامله اللي كتكون خدمتيها كتكون خلصتي فيها واحد لاسيونس واحد التامين في الاخر كيبداو يردوا لك. راه هذاك بحال هكا تقريبا كتكون كتخلص كل شهر وكيبداو يردوا لك، ولكن هذا النوع الاول. النوع الثاني ماشي هكا اللي غنوصلوا ليه وغنشرحوا لكم تاو. المهم كتكون خدمتي 12 شهر خلصتي الضريبه ديالك، دفعتي الطلب قبل ما تكون واحد 3 شهور داز. هاد الحوايج هادو ماشي ضروري انكم تعرفوهم، ولكن بالنسبه للناس اللي يقدروا يكونوا انهم عايشين في المانيا يقدروا انهم يشوفوا الفيديو يستافدوا. تكون 3 شهور قبل ما تسالى لك الكونطرا، الا كانت كونطرا محدوده 3 شهور قبل ما تسالى لك الكونطرا كتمشي كتدفع طلب باش انك كتكون كتقلب على خدمه وكيوليو يصيفطوا لك ديك الساعه كيوليو يصيفطوا لك زعما واحد شانغول واحد البريات اللي يكونوا فيهم العامل الخدامي وهذه وهذه، وانت خصك انك تبقى تسالك للشركات. هذا حتى هو واحد الشرط اللي ضروري باش انك تكون كتاخذ الفلوس ديال البطاله شوماج. كما قلنا كتكون اسيدي كتدفع هذا الطلب هذا. بالنسبه للناس اللي يكونوا خدامين ما عليهم ما بهم حتى كيديروا لهم الكوندوم حتى كيعطيوهم الاستقاله، عندهم 3 ايام من بعد ما شديتي الاستقاله عندك 3 ايام انك تدفع طلب ديال الابايت لوزنجل. ولكن دوك الناس اللي قلت لكم في الاول 3 شهور قبل مشاو دفعوا طلب، داك الطلب كيتسمى طلب ديال انك كتقلب على خدمه، ماشي كتدفع طلب ديال الشوماج. ولكن ملي كتسالي الخدمه ملي كتسالي اليوم عندك تا هو 3 ايام، يعني اليوم سالات الخدمه ولا نهار قبل ولا 3 ايام قبل يمكن لك انك تمشي ودفع طلبك زعما واحد اللعيبات وهادي باش ديك الساعه موراها كيوليو يخرجوا لك فلوس ديال الشوماج. كما قلنا دابا الشروط هما هادو، صافي هادو هما الشروط ديال الشوماج رقم واحد كما قلت لكم. بالنسبه للشوماج رقم جوج، الشوماج رقم جوج ما عنده حتى شروط، ساهل ماهل. يعني شنو فيه هاد الشروط؟ هاد الشوماج هذا هو اللي كيشدو الناس اللي كيكونوا غير جالسين، ما كيخدم ما كيردم ما كيدير حتى حاجه، كيكون في الاول كيشد
واحد كيكون كيشد هذاك الشوماج رقم واحد للمده ديالو حتى هي باش ما ننساش المده ديالو كتكون كتراوح ما بين 6 شهور عام تقدر انك تشد الفلوس تقريبا كتكون النص ديال المده اللي خدمتي بحال دابا خدمتي واحد المده ديال خدمتي 12 شهر نيشان كتشد 6 شهور هذاك الشوماج رقم واحد اللي كنوصلو وغنشوفو حتى هو شحال تقريبا كتكون كتشد فيه ماشي تقريبا ولكن بالضبط حنا ما غنعطيوش غنعطيكم الطريقه باش انا كيفاش كيتحسب وديك الساعه راه كيكون على حساب كل واحد شحال كيتخلص في خدمته وهذه وهذيك الشيء كيكون الفرق بيناتهم. المهم بالنسبه للشوماج رقم واحد كما قلنا كتكون خدمتي 12 شهر مينيموم الا كنتي انت خدمتي في هذيك 24 شهر اللي دازت ولا خدمتي فيها 24 شهر راه كتشد عام خدمتي عامين كتشد عام ديال الشوماج كتمشي الكلمه ديال الشوماج كتشد عام ديال الشوماج ديالك كتشدو. بالنسبه للناس ديال الشوماج رقم جوج اللي قلت لكم هو سميتو الهاتس فيه هذا كتبقى تشدو واحد المده طويله ولكن حتى هو خصك تكون من ضمن الشروط ديال في ديك اللحظه اللي كتكون انت كتشد الشوماج خصك تكون انك كتقلب على خدمه كيعيطوا لك كتمشي عندهم لانه كيكونوا كيعيطوا لك مره يعطوك واحد الموعد تجي عندهم يسولوك واش كتدفع واش كتقلب على خدمه واش هادي خصك ديما انك تبقى تمشي عندهم وتوريهم بانك راك انت كتقلب على خدمه ماشي غير جالس وهادي الى اخره. سهله باش انا الناس اللي كيبغيو انه يبقاو كاتني في الدار كيبقاو يصيفطوا الشركات يصيفطوا داكشي مخربق ماشي هو هذاك باش الشركه كترفضهم وديك الساعه كيجيبوا داك الرفض كيقول لها انا دفعت هنا ودفعت هنا كتعطي النوامر كتعطي العناوين ديال الشركه اللي دفعتي اي حاجه باش انهم يقدروا انهم هما يتاكدوا واش بصح دفعتي ولا ما دفعتيش. هذا بالنسبه كما قلنا الشروط ديال هاد الشروط ديال الشوماج الشروط ديالو هما هادو كتكون دفعتي الى اخره كذا وكتكون كتشد الشوماج ديالك الساعة رقم واحد ولا رقم جوج. رقم واحد كيكون ديما محدود ديما يا اما تقدر تشد 6 شهور يا اما 9 شهور يا اما ديما كيكون النص ديال داك المدة اللي خدمتي يا اما عام يا اما هادي يا اما هادي الى اخره. من بعد ملي كيدوز داك العام وانت باقي ما لقيتيش خدمة يعني تقدر انك في ديك اللحظة الشوماج انت كتشد الشوماج صافي شوية كتلقى خدمة كتدخل ملي كتدخل ما تبقاش تشد الشوماج الى بقيتي في داك الشوماج جالس وداز داك العام ديك الساعة كتهبط الشوماج رقم جوج يعني ما كيبقاوش ديما يعطوك الشوماج رقم واحد الشوماج رقم جوج اللي كيكون الفلوس ديالو قلال بزاف. بالنسبه نهضروا دابا على الراتب ولا هو شنو هو الراتب ديال يعني هاد السالير هاد الشوماج هذا اللي كيكون كيعطوك هما كل شهر شنو هو هاد الشوماج اللي كيكون كيعطوك كل شهر. كما كنت قلت لكم شحال هضرنا في واحد الفيديو على البغوطو والنيتو البغوطو هو اللي كيكون داك السالير ديالك كامل النيتو راكم عارفين كيكون حيد منه لاسيرونس حيد منه الضريبه حيد منه هادي حيد منه هادي حيد منه نديرو حنا ناخذ واحد الشخص كياخذ 1000 اورو في الشهر نيتو يعني داك الصافي اللي كيبقى ليه الاخر كيخلص منه الضريبه كيخلص منه كلشي كتبقى ليه 1000 اورو. هذيك 1000 اورو كيشدوها كيضربوها في 60% ملي كضربها في 60% شحال هكا كتعطيك 600 اورو من 1000 اورو كتبقى لك 600 اورو. من داك 600 اورو كيشدوها كيخلصوا منها لاسيرونس ديالك كيخلصوا منها شويه ديال الضريبه هذه الى اخره. المهم داكشي كيتخلص غير شويه داكشي كيكون قليل ماشي بحال واحد اللي خدام عادي كيكونوا كيخلصوا لك. المهم داك 600 تقريبا غتمشي لك واحد نقولوا حنا واحد 80 بحال هكا 80 اورو 90 اورو بحال هكا اللي غتمشي لك 70 اورو بحال هكا ممكن يكون داكشي قليل. من هذيك 600 اورو اللي هي 60% ديال النيتو اللي كنتي كتخلص واخا تكون انت كنتي كتشد 2000 اورو وفي النيتو كيبقى لك 1000 اورو غيشدو غيحسبوا من هذيك 1000 اورو وغيحيدوا منها 60 غيحيدوا منها 40% وغيخليو لك 60% ومن ديك 60% غيخلصوا منها عاد غيخلصوا الضريبه الى اخره وكذا ولا سيونس طن 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 كيخلصوا عليك هما انت كتكون كتخلص غير شي حاجه قليله حتى هما اللي كيخلصوا عليك نورمالمون كتخلص شي حاجه قليله ديك الساعه كيبقى لك السالير ديالك اللي هو الشوماج ديالك اللي غيبقاو يعطيوك. المهم كما قلنا بالنسبه تقريبا لواحد كيشد 1000 اورو غيولي تقريبا يشد واحد 580 540 بحال هكا اللي غيولي يشد 550 بحال هكا اللي غيولي يشد في الشوماج ديالو لواحد المده ديال 6 شهور عام 9 شهور على حساب كما قلت لكم المده شحال نتوما كنتو خدمتو. ولكن بالنسبه للناس ديال الهاتس فيها الشوماج رقم جوج اولا بالنسبه لك انت ايضا الا كنتي انت كتشد الشوماج رقم واحد داز داك 6 شهور وما لقيتي حتى خدمه لا والو كتهبط للشوماج رقم جوج واللي كيتخلصوا فيه فقط 416 اورو بالضبط هي اللي كيعطوك كل شهر. وهذا الشيء هذا هو اللي اكثريه الناس كيكونوا كيتخلصوا ماشي اكثريه الناس ولكن حيت بزاف الناس اللي ما خدامينش في المانيا اللي كيكونوا عاطينا غير الكلاس وهذو ما كيخدموش ولا كيخدموا في النوار ولا شي لعيبه كيكونوا كيتخلصوا هذا 416 اورو في الشهر. من بعد هاد 416 اورو كاين على حساب الولايات وهذه كاين ماشي على حساب الولايات بالضبط ولكن هو كاين اختلاف الولايات ولكن كاين ايضا حتى هاد الجوب سنتر اللي كتسمى الجوب سنتر هي اللي كتكون بحال تكون وكاله الشغل هي اللي كتكون كتخلص عليك هي اللي كتخلصك والى اخره. وهذه كيخلصوا على الناس حتى الكرا ديالهم الا كان الناس
ما عندهمش باش يخلصوا الكره، ما خدامين ما والو، كيخلصوا غير الكره. كاين شي وحدين كيخلصوا على الكره، كاين اللي ما كيخلصوش على الكره. داكشي كيكون على حساب، كل حاله بوحدها، وعلى حساب البلاصه اللي انت فيها، لانه كاين اختلاف كبير في الولايات ديال المانيا كامله، كاين فيها اختلافات كبير. المهم هاد 416 اورو كيكون كياخذها اي واحد كتسمى الهاتف فيه، يقدر يبقى ياخذها واحد 10 سنين 20 عام. واحد الواحد كنت شفت شحال هذه في التلفازه ولا هذه شي 20 عام، قال لك هو كيشد عايش غير بالهاتف فيه، يعني هذه ما كيكونش عندها واحد المده. ولكن خصك تمشي المواعيد ديالك اللي غيتعطيوك، خصك تبقى تتبع الشركات الى اخره. ممكن يعيطوا لك، يكون داك تجاوب بيناتكم. الا كيعيطوا لك كيصيفطوا لك المواعيد وهذه وما كتمشيش، كيبقاو ينقصوا لك 30%، قدر انه في الاخر ما يبقى لك والو. بحال هذاك 416 ينقصوا منها 30%، غتبقى لك واحد 300 ولا ما كاملش 300 بحال هكا. المهم هاد لاسيرونس، هاد ماشي لاسيرونس، هاد الشوماج الثاني كيبقى ديما. داك الشوماج الاول كيكون كيكون حدود لواحد المده ديال العام، نور تقريبا الماكسيموم في عام بحال هكا، ما كيكونش فيه اكثر من عام. المهم كان هذا هو الفيديو، نتمنى انكم تكونوا استفدتم، وما نكونش طولت عليكم. نتلاقاو في فيديو اخر، والسلام عليكم. شوماج شوماج.